محمد ذكرت ان النصيحه كانت هي الجزء الاول اللي خلاك تنطلق الى العالميه. طيب المحاوله الثانيه ايش اللي كان؟ اول ما بديت المحاوله الثانيه قمت اتشارك في دورات صار عندي شغف ان تدور في الانترنت وبالذات في مجال السكيورتي لانه شيء غريب كان انك تحصل ثغرات امنيه وتحصل اشياء تقدر تدخل من خلالها. فقمت يعني طورت نفسي في المجال قمت اكتب مقالات عن السكيورتي والحمايه وشون انك انت تخترق وشون كنت ما تخترق وشون تسمح حق نفسك انك تستمر. بعدين ايش سويت؟ رحت جمعت المقالات اللي كتبتها كلها وسويت كتاب من تأليفي. هذا كتاب يعتبر هذا ايضا يعني خطوه اولى ايضا. اي كانت خطوه اولى. فنزلت الكتاب في 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 لبنان طبعوا لي طرشت لهم نسخه من الكتاب وافقوا لي على طول في نفس اليوم طرشوا لي احنا بنشتري الحقوق منك وبنوزع العالم. قلت لهم اوكي جوهد يعني بالنسبه لي ومقابل 10% يعطوني اياها على شكل كتب. قلت اوكي ما عليه لو ان شاء الله 1%. اوكي وكانت البدايه والله. بعدين يعني استمريت في هالمجال قمت اكتب مقالات كثيره والف كتب كثيره. فالحمد لله يعني هاي الخطوه الثانيه اللي انا مشيت فيها واستمريت في هالمجال. طيب